المواطن من يقعد بأرض تجاوز مو يجون يحاسبوه ويشيلوه؟ نعم. ها؟ نعم. زين الدولة ليش ما توفر هذه الأرض اللي عندكم تحلها أفضل مما يروح المواطن يروح هم يجاوز؟ هم أصحاب القرار بعد. صحيح؟ هم أصحاب القرار مو إحنا. إحنا. وترى الشعب مصدر السلطات ومصدر القرار. يا أخي المفروض هذا. المفروض إحنا اللي انتخبناهم ها ينصفونا حقوقنا بعد 15 صار أكثر من 15 سنة. احنا كلنا اللي قاعد تجاوز واللي قاعد بالايجار يا اخي ايجار 600 و700 انا راتبي 400 الف وصار لي خدمه 26 سنه 400 الف اي 400 الف وظيفتك شنو موظف شركه ذات صواري موظف خدمتك ايش قد 26 سنه الله اكبر 26 سنه مناصفه هسه النفط النفط انا هسه لو اروح لوزاره النفط اضعاف اللي انا عنده مخصصات من كذا بس لانه احنا بتلهينا بشيء اسمه تمويل ذاتي اسمه تمويل ذاتي هذا التمويل الذاتي قسم ظهر الصنع يا اخي احنا موظف انا موظف انا ما مسؤول انه جيب لي شغل وانا احط راسي مرغلط مرغل مو اشكال مو اشكال بس المهم انه انا لي حق قاعد هي هسه ابسط حقوق انه القاع القاع هاي شبر ماكو اي شبر ما عندنا اي شبر اللي ما عنده شبر ما عنده وطن زين انا من اخذ جنسيه اسمها بتبدي بجمهوريه العراق ها جمهوريه لا انا عراقي معناتها انا عراقي بهذا البلد ما لي حقوق مع الاسف والله تحكي بحرقه وحرقه قلبنا يعني. يا اخي انا عندي خمس اطفال وقاعد غرفه واحده اروح هسه اذا اطلع ايجار رادي 600 700 لازم اشتغل برا ثانيه شغل ماكو وظائف ماكو شباب عاطل عن العمل هواي اسمع الاسف احنا من خلال قناتكم نناشد السيد رئيس الوزراء سيد دولة رئيس الوزراء المحترم والسيد رئيس الجمهورية المحترم ورئيس مجلس النواب المحترم وكافة الأحزاب بالتدخل الفوري كافي يا أخي كافي ملينا كافي كافي إلى متى إلى متى إلى متى شنو ذنب المواطن شنو ذنبه شنو ذنبه الأخي لا 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 تعبونا كافي تعبنا يعني نحكي والمواطن تعبنا تعبنا لعد احنا أنا عايف أطفال وشيدوا جاينا شنو هذه لو اكو عندي حقوق اسكت لو عندي حقوق ما اخذها ما اطلع ولا الظهر وانا من الظهر مو ضد الدوله احنا اولاد هذا البلد قدمنا تضحيات انطينا من دماء من اطفالنا واولادنا على الاقل جازونا وكافئونا بهذا الشيء